السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين دراجي موسى لهذا المشرف السابق المنتخب الوطني، خاطر علاه راه نقولوا مشرف سابق خاطر مازال ما جددش العقد تاعو، كي يجدد العقد تاعو نقولوا مشرف على المنتخب الوطني. وتعددت خراجات دراجي، يعني وين نقولوا وتكررت معه الحديث عن هذا المشرف السابق، وكل مرة بغمزة وحمزة وخمسة وينهيها بضربة، وهو حافظ بعادته وتقاليده. فهل يرد عليه هذا المشرف أم أن حافظ يعرف بما خفي؟ هل يريد هذا المشرف أم دراجي لقمة سهلة للأكل لكن صعب هضمها؟ مرحبا بك أيها المشرف في ملعب دراجي. للأمانة ما قاله دراجي حقيقة وليس من الوحي الخيال، تكلم بالمنطق وبما هو واقعي، والكل يعرف هذا إلا من في قلوبهم مرض تقديس وهم كثر للأسف. هذه يعني وين حقيقة الناس كاين اللي قالوا غادي يرد عليك، غادي يقصفك يا ولدي، رد ربع غادي حافظ دراجي على بالو كاع شنو كاين. كيما نهار اللي بغيتو تغلطو الغاشي قال لك باللي غادي يشكو بحسين جناد، حسين جناد عمك شنو رد عليكم؟ رد عليكم بواحد الكلمة قال لكم الماريكان تعرف باللي الروس عندها النواوي، والروس يعرف باللي الماريكان عنده النواوي، قال لكم الروس ما يضرب الماريكان والماريكان ما يضرب الروس، واللي باغي يفهم يفهم ها الطريق. فاهم ولا فاهم؟ واش هدر حسين جناد كل حقيقه، واش هدر حافظ دراجي وما ياي. حسين جناد يعرف صوالح، حافظ دراجي يعرف امور 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 كثيره. يعني لو كان حافظ دراجي يعني راه مد بالك 1% برك خرجكم قاع تركسو. حافظ دراجي خرج 1% برك خرجتو قاع تركسو. شان الناس واحد منهم تقول له انت يا انت خدام في قطر، وانت من واخد خدام في قطر على بالو خدام في قطر، خدام في قطر بصح كي يكون خدام يقعد فماك ماشي يعلق على مباراه وبعد يجي يقعد هنا سيمانه ويعاود يولي، لا مش كيف كيف. حسبوا نتوما المدرب من نعجة لليوم شحال قاعد في الجزائر؟ لا بطولة لا والو، كيما هكا قال لك العريبي شبه شبيه بنزيما، العريبي شبيه بنزيما، نوف الخساف يعني اللعبة تاع بارادو، يعني كاع اللعبة تاع بارادو كانوا يفوتوا ليكيب ناسيونال، الباطوار ستاتي وطلق روح. كاين لي كاين لي كاين كاين لعبة يعني ديزيميغري لعبة مغتربين، كاين ناس وراء الجدار فرضوا عليهم 200,000 أورو باش تكون عندهم ستاتي. هذه هي هذه الحقيقة رانا نقولوا فيها. كاين لعابة وراء الجدار تاع الاتحادية الجزائرية، شنو الحيط تاع سيدي موسى؟ كاين ناس مور هذاك الحيط يعني وين كاين اللي ولاو يفرضوا على اللعابة 200,000 أورو باش يندار ستاتي. كاين بزاف ناس على بالهم وراهي ساكتة، ماشي وقتها باش يهضروا، ماشي وقتها باش يهضروا. كيما قال لكم حافظ دراجي قال لكم كاين شي صوالح ما نهضروهمش. يعني حافظ دراجي نهار الاول ما بغاش يهضر ولا ويسايسوا في الدعوة، خاطر خرج مشاكرة وصابوا الشعب يعني وين وين تمشكر ماشي تهيشر، تمشكر ولا وقع مشاكرة. تهضر معايا ودي تقول له الماتش ما يتعاودش، يقول لك انت ما تعرف والو. انا شعمي واحد كان يكتب لي في لي كومونتير من يقول لهم الماتش فيه، يقول لي شوبير ما راك غاضب والو غير اسكت. هيا مزيان نتوما كذبتوا، لعبنا لعبنا وقيلا حنايا لعبنا، ماشي حنا لعبنا كونت الارجنتين، وقيلا حنا اللي لعبنا، لا حنا اللي لعبنا فينال، حنا اللي لعبناها. هذه هي. فما قاله حافظ دراجي هو كلام صح ومنطقي، سمعنا شعارات كثيرة لكن أغلبها ليست بالمجان، بالمجان مش باطل. من بينها عندي عقد معنوي مع الشعب يكلف الملايير على الحسد ولا بعض من رزقه القدر
على رزقنا. ولكن يا حبيب، لست بديشون، لك لعاب ولك مدرب، فهناك فرق كبير، ليس احتقار أو تنقيص بل هو الصح. يعني ما راك انت سي مليار، بنادم يدي سي مليار، يعني ما 6 ملايير في الشهر باش نشوفوك طايح في السطح تبكي؟ لا، كنا نشوفو حنا 6 ملايير، كنا الناس كانت صابرة على 6 ملايير في السلطة، في الناس كاع صابرة على 6 ملايير، كانوا صابرين باش يشوفوا علام تاع الجزائر في قطر. هذه هي، ماشي يشوفوا واحد بافري بدا ودرب تاع علام تاع الجزائر، ولا ويما تكون مداخلة تاع صحافة مع مناصرين، كيما ذاك المناصر، كيما ذاك الشخص اللي راح قابل الكاميرا، يعني كيما قالها له السعودي، قال له تتكونوا في، قال له حتى تكونوا في الكوب دي موند بعد اهدر، كي تلعبوا كوب دي موند اهدروا. راح وحده قال له السعودية تخسر 7-0 مع الارجنتين، ورابط الاعلام تاع الجزائر. حنا ما كناش خاصنا كيما هكا، كنا كان خاصنا الجزائر تلعب، واعلامنا واعلام كبير في السطاد كيما كانوا دايرين، كيما الرجالة راحت لعبت ودارتها. هذه هي 6 ملايير. اليوم انت قابل للانتقاد، وانت هو المسؤول الاول على المنتخب الوطني، وانت هو المسؤول الاول على الاقصاء. الى الاقصاء بيتحصلوا في كاميرا كيما نهار الاول، يعني حصلتوا في مخرج تاع البارتيه، حصلتوها حصلتوا في كلش. هذه حاجه وحده اخرى. صحيح فديشون بطل العالم، لعاب ومدرب، وزاد وصل للنهائي مونديال لثاني مرة مع هذا الراتب، محل نقد وجدال كبير في فرنسا. فما ببالك بمدرب منتخب وطني جزائري راتبه يقارب راتب بطل العالم هنا؟ أسكت قليلا، هناك من يقول ما دخل ديشون وهو قدوة لهذا المدرب، فذكرناكم ربما تنفع الذاكرة. حافظ قال الحقيقة وللحقيقة ثمن وأنتم تعرفونه، خروج معشر، وإن خرجوا معشر الهيشر للنبيح من أجل عظمة من سيدهم ومقدسهم اليوم وغد، تعلو الجزائر ولا يعلو عليهم، وتوين وعلى وإن هو الله وإن علا، قال لك ربي تبارك لي كبير، هذا مكان وحده. يا ترى هل يستطيع هذا المشرف قصف حافظ دراجي أم في نفوس موطئ إحراج إن لم نقل الخوف؟ أحببت أم كرهت؟ من يزلزل شعوب دول بكلمة لا يصعب عليه عصفور فوق شجرة؟ هذه هي عقد، لا عقد معنوي لا عقد غنائي لا والو خويا، نعرفوها كيما هاك صحيح. احنا ولا حقيقة هذه. ونزيد ثاني كنقول لهذاك لي مصطفحة اللي قال لهم عندنا الشان لازم ما نطيحوش على الجزائر، انتوما كنتو قال عن تعايروا الجزائر، واحد مصطفحة جزائري هو استهدر وقال لهم يا الجماهير الجزائرية، حب الوطن ماشي في كرة قدم، حب الوطن في كلش، حب الوطن في كلش ماشي في كرة القدم. هذه هي نعرفها كيما هاك، حب الوطن ماشي في كرة القدم فقط، حب الوطن يعني حب كلش. هذه متى اللي نقولها لخويا؟ انتو تقصروا انتو مع الغاشية، كان اللي طايح لعبة خشين يصور سكراحلي، واحد يصور حفرة، واحد يصور من حب الوطن ماشي في كرة القدم. إلا بغيتو تسكتو سكتو على كلش، ماشي على كرة القدم ولا على تقديس بنادم، ولا تقديس ولا لكم مرضى. أنا نقولكم والله لكم مرضى، قسما بالله لكم مرضى، أنا نقولها لكم ونعاود، روحوا فوتوا عند البيطاري، أنا نقول عندكم خالن عصاكير حمار لازم تربطو باش يرتب. أنا نقولكم والله لا راكم خاطر الحمار ربطوه وهما وهما نقعد، حلو ما حلوش باش يمشي، تحلوه وهما باش يمشى،
أنا نقولها لكم والله غير حزوا رواحكم. بلا ما تنساو عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو ونمشي ابوني تابونا معنا وربي يحفظكم خاوتي صحيتكم.